الصحابة مو فقط في حياة النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة النبي كانوا يخالفوا، حتى في حياته كانوا يخالفوا في حياته. هذا صحيح البخاري موجود، صحيح مسلم، صحاح، كانوا يقفون أمام النبي صلى الله عليه وآله نماذج. كم نموذج تردون؟ 1، 2، 10؟ أكو حوالي 100 نموذج أن كبار الصحابة خالفوا النبي في حياته ووقفوا أمام النبي صلى الله عليه وآله. أكو مانع أن يخالفوه بعد وفاته؟ ليش تستبعد؟ ليش؟ ليش بعيد؟ خالفوه في حياته. أنا أكتفي بنموذج واحد، النبي صلى الله عليه وآله، هذا في البخاري موجود، في صحيح مسلم موجود، في مرضه طلب أسامة جعله قائدا، قال روح قاتل، بعث المهاجرين الأنصار كبارهم، قال روحوا قاتلوا، نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. بهذه القوة النبي إجا، كان محموم، كان مريض، بكل قوة أصدر هذا الأمر. أطاعوا هذا الأمر؟ الشيخ سليم البشري أو البشري، هذا شيخ الأزهر كان، السيد شرف الدين رحمة الله عليه استشكل عليه بهذا الإشكال، أنه ليش، أولا ليش طعنوا في إمارته؟ قالوا هذا شاب، هذا عمره 18 سنة، هذا يصير رئيسنا؟ وبعدين ليش ما راحوا؟ ليش بقوا؟ النبي بتأكيد، أنا أقرأ لكم هذا المقطع لا بأس بذلك، قال له أسامة للنبي: بأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أمكث أياما حتى يشفيك الله تعالى؟ هو أسامة قائد الجيش، إذن لكم يوم أبقى؟ قال: أخرج وسر على بركة الله، روح. قال أسامة: يا رسول الله، إن أنا خرجت وأنت على هذه الحالة، خرجت وفي قلبي قرحة، أنا متألم لحالك، أنت مريض على فراش المرض. قال له النبي: سر على النصر والعافية، روح. قال أسامة: يا رسول الله، إني أكره أن أسائل عنك الركبان، أنا أروح الوفود اللي يجون من المدينة أسألهم شلون النبي، لا أحب أكون يمك. قال: أنفذ لما أمرتك به، هذا أمر، روح. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، جهزوا جيش أسامة. الشيخ سليم البشري يقول لشرف الدين: هؤلاء ما طاوعتهم نفوسهم، شوي دققوا في هذا الحوار، حوار لطيف، ما طاوعتهم نفوسهم على فراق النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يحبون يكونون مع النبي، هذا كان من حبهم للنبي، إشفاقهم على النبي. وأما أنه طعنوا في إمارة أسامة، قالوا أسامة منه، شنو هذا؟ فلأنه كان صغير حدث، والنفوس تأبى الانقياد للأحداث للشباب. السيد شرف الدين جاوب جواب جدا لطيف، قال: إنا نبحث معك يا شيخ الأزهر أنهم خالفوا رسول الله أو لا، هذا بحثنا، أما أنهم معذورون أو لا فذلك بحث آخر. دققت، معذورين لو مو معذورين ذاك بحث آخر. الكلام خالفوا رسول الله أم لا؟ نعم، قالوا هذا شاب،
كيف تعين شابا علينا؟ نفس المنطق قالوه بعد وفاة رسول الله، قالوا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه شاب صغير، شلون يصير قائد الأمة الإسلامية؟ وما نفذوا هذه الوصية. هذا مورد من الموارد التي خالف فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، فشنو المانع أن يخالفوا بعد وفاته؟